أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي على موعد على موعدنا مع الحصص الافتراضية لمادة الكيمياء للصف الأول الثانوي. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الأخير من الباب الثاني من الكيمياء الكمية، الدرس بعنوان الناتج الفعلي والناتج النظري. وإن شاء الله يا أولاد في نهاية الدرس هنبتدي نعمل مراجعة على أهم النقاط الموجودة في الباب الثاني، علشان بإذن الله الحصة الجاية تبتدوا مع مستر مينا في الباب الثالث، بداية الباب الثالث. توكلنا وعلى بركة الله هنبدأ درسنا. بيتكلم عن الناتج الفعلي والناتج النظري. هرجع أفكرك بتجربة في معادلة الترسيب، المعادلة الأيونية اللي احنا خدناها في الباب الثاني برضه يا أولاد. المعادلة الأيونية من الحاجات المهمة جدا عندنا في المنهج. احنا هنستغل تجربة من المعادلة الأيونية وهنبدأ بيها درسنا اللي هو من الناتج الفعلي والناتج النظري، هنطبقها على الدرس النهارده إن شاء الله. اللي قدامك ده إناء فيه أو كأس فيه محلول نترات الفضة، وحطينا عليه محلول كرومات البوتاسيوم. طبعًا أنت شايف إن الراسب اللي اتكون راسب أحمر من كرومات الفضة. المعادلة بتاعتي بتقول إن كرومات البوتاسيوم اللي هي K2CrO4، طبعا انا اخدها في صوره محلول مائي مع نترات الفضه، ادتني نترات البوتاسيوم محلول مائي وترسب كرومات الفضه في صوره راسب احمر. طيب احنا تعودنا في المعادله الايونيه لما اجي افك اي محلول عندي بفك الايونات الموجبه اللي موجوده فيه، ايونات البوتاسيوم الموجبه 2 كي موجب ايكوس زائد سي ار او 4 سالب 2 دي ايون الكرومات، زائد 2 ايون فضه زائد ايون 2 ايون النيترات، علشان الاثنين المعامل دي مضروبه في الفضه ومضروبه في النيترات، واحنا اتعلمنا قبل كده ازاي نفك المركب. تمام. طيب بعد السهم نترات الرصاص سوري نترات البوتاسيوم هتتفك، الاثنين بوتاسيوم زائد 2 نترات. الراسب مش بتفك، ما احنا قلنا في ثلاث حاجات ما بتفكوش في المعادله الايونيه، قلنا الراسب والميه وايه وكمان الضعيف، الحمض الضعيف او القاعدة الضعيفة، ولو طالع غاز يا اولاد برضو الغاز ما بتفكش. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع الراسب اللي اتكون ده. انا بفصل الراسب وعايزة اوجد وزنه. ليه يا مس؟ قال لي عايزة اشتغل حساب كيميائي. يعني ايه؟ يعني ايه حساب كيميائي؟ يعني انا لو دخلت اوزان معينة الناتج هيطلع، الراسب ده هيطلع لو استخدمت من كرومات البوتاسيوم وزن معين، يا ترى الوزن اللي هيطلع من كرومات الفضه قد ايه؟ لنفرض ان انا وانا بحسب طلع المفروض ان انا احصل على 10 جرام من كرومات الفضه. طيب بصيت لقيت ان الناتج 9.5 او 9. طيب الناتج اللي انا حصلت عليه اسمه الناتج الفعلي، والناتج اللي انا حاسباه 10 ده اسمه الناتج النظري. اخد بالك ان في حاجات ممكن، بص للصور اللي قدامك كده، بص ورقه الترشيح اللي انا مرشحه فيها الراسب، في اجزاء من الراسب علقه بيها، كمان عندي الاناء اللي انا استخدمته علشان صبيت منه الراسب، برضو بعض او اجزاء من الماده الناتجه التصقت بجدار الاناء. طيب ده يقول لك ايه؟ يقول لي ان الناتج النظري بيختلف عن الناتج الفعلي. طب ايه هو الناتج النظري لو انا حبيت اوجد له تعريف؟ قال الناتج النظري كتلة المادة اللي بنحصل عليها اعتمادا على معادلة التفاعل الموزونة. يعني يا اولاد الكمية المحسوبة، الناتج المحسوب اللي بشتغل بيه معادلة حساب كيميائي. طيب والناتج الفعلي؟ قال لي لا، ده كتلة المادة اللي بحصل عليها فعليا من التفاعل. طيب يا ترى مين الأقل؟ قال لي أكيد الناتج الفعلي بيختلف عن الناتج النظري وغالبا بيطلع أقل. ليه أقل يا مس؟ قال لي المادة الناتجة ممكن تبقى متطايرة فيتصرف جزء منها. يعني المادة الناتجة اللي أنا بشتغل بيها اللي هتشتغلها وممكن تبقى جزء منها يتطاير فيقلل الوزن بتاعها. قال لي جزء من المادة الناتجة قد يلتصق بجدار الإناء زي ما شفنا في التجربة اللي فاتت. طيب ممكن المواد المستخدمة في التفاعل مش نقية بدرجة كافية، يعني أنا وزنها على أساس إن هي مثلا 2 جرام وهي في الحقيقة فيها شوائب، يبقى الوزن بتاعها أقل من 2 جرام المستخدم في التفاعل اللي عندي، يبقى قد تكون المواد المستخدمة في التفاعل غير نقية. كمان ممكن يحصل تفاعلات جانبية يا أولاد تستهلك جزء من المادة الناتجة.
يعني تفاعل يحصل جوه الإناء أنا مش عاملة حسابه يستهلك جزء من المادة الناتجة. يبقى أربع أسباب ممكن يخلولي الناتج الفعلي أقل من الناتج النظري. ممكن تكون المادة الناتجة متطايرة، ممكن يلتصق جزء من المادة الناتجة بجدار الإناء، المواد اللي داخلة في التفاعل ليست نقية، حدوث تفاعلات جانبية تستهلك جزء من المادة الناتجة. طيب احنا في درسنا ده هنعمل ايه؟ قال لي احنا هنحسب النسبة المئوية للناتج الفعلي. طيب النسبة المئوية احنا اتعلمنا قبل كده ان النسبة المئوية جزء على كل في 100. طيب النسبة المئوية لمين؟ للناتج الفعلي. لو انا قلت لك نسبة الغياب يبقى انت هتحط الغايبين فوق على عدد الفصل الكلي وتضرب في 100 علشان تجيب النسبة المئوية للغياب بتاع الفصل. طيب النسبة المئوية للناتج الفعلي هحط الناتج الفعلي هو اللي فوق، الأقل على الأكبر في 100. يبقى النسبة المئوية للناتج الفعلي الناتج الفعلي على الناتج النظري في 100. أي نسبة مئوية أنت بتعملها بتحط جزء على كل، يعني الصغير على الكبير في 100. طيب مسائلها بتيجي إزاي يا أولاد؟ مسائل الناتج الفعلي بتيجي إزاي؟ تعالوا نتعرف على مثال ونحله مع بعض، نعرف إزاي نحل أو نجيب النسبة المئوية للناتج الفعلي. قدامي مثال بيقول لي ينتج الكحول الميثيلي تحت ضغط عالي من خلال التفاعل الآتي. CO ده يعني إيه يا أولاد؟ يعني أول أكسيد الكربون. طبعًا تحته جي يعني الحالة غاز، أول أكسيد الكربون حالته القياسية أو في الطبيعة موجود في صورة غاز، أول أكسيد الكربون. زائد 2 هيدروجين غاز برضه يا أولاد، فبيطلع المفروض هنا يتكتب جي. يعني انا المفروض ان انا اعدلها هنا ان دي الهيدروجين ده اللي ناتج هيدروجين غاز، يعني ده يتكتب تحت الهيدروجين هنا يا مس ده غاز، يتكتب جي الحاله الفيزيائيه بتاعته تبقى جي، هيدينا سي اتش 3 او اتش ده اسمه الكحولي الميثيلي. طيب الكحولي الميثيلي إذا نتج 6.1 جرام من الكحول الميثيلي من تفاعل 1.2 جرام من الهيدروجين مع وفرة من غاز أول أكسيد الكربون، بيقول لي احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي. طب المسألة زي دي تتحل إزاي؟ قال لي دي مسألة بتتحل بالمعادلة، علاقة مش كده؟ طيب العلاقة هنا هتبقى بين مين ومين؟ قال لي المادة اللي لها معطى اللي هي الهيدروجين اللي هو مديني منه 1.2 جرام، والناتج. طب هو مديني الناتج هنا 6.1، لا انا مديك الناتج هنا مديك الناتج الفعلي، انت حضرتك هتحسب الناتج النظري، وعلشان نطبق في العلاقه اللي احنا اتفقنا عليها ان الناتج الفعلي على الناتج النظري في 100 هي النسبه المئويه للناتج الفعلي. يعني انا دلوقتي انا هشتغل حساب كيميائي وعلاقه بين مادتين، مين المادتين اللي انا هشتغل بينهم؟ مين الماده اللي لها معطى؟ قال الهيدروجين. ومين المادة اللي هو طالبها؟ قال لي أنا طالب تحسب لي الناتج النظري للكحول الميثيلي. طيب يعني علاقة بين مادتين، يعني أنا أشتغل طريقة المربعات اللي إحنا اتعلمناها. طيب هنا في المعادلة أنا أخد 2 هيدروجين يعني 2 في 2 ب 4 جرام. طيب الناتج لو أنا استخدمت الـ 4 جرام اللي في المعادلة هينتج 32 جرام، بس أنا مش مستخدمة 4 جرام. ما انت مستخدمه كام يا مس؟ قال لي مستخدمه من الهيدروجين مستخدمه 1.2 جرام. طيب الناتج هيطلع ايه؟ يعني ال 1.2 من الهيدروجين يدونا ايه؟ يدونا 6 جرام من الكحول الميثيلي. طب ما اعمل المقص يا اولاد هينتج 9.6، يعني هضرب 32 في 1.2 واقسم على الاربعه يدينا 9.6، ده الناتج النظري. طيب يبقى انا اقدر اجيب بقى النسبه المئويه للناتج الفعلي ازاي يا مس؟ هقسم الناتج للناتج الفعلي اللي هو مدوني في المساله على الناتج النظري اللي احنا حسبناه واضرب في 100، تطلع النسبه المئويه للناتج الفعلي 63.5%. دي مساله الناتج الفعلي. هقولها تاني، مساله الناتج الفعلي النسبه المئويه للناتج الفعلي المفروض ان انا بيديني في المساله الناتج الفعلي وبيجيب لي ماده لها معطى، وانا ايه؟ وانا المفروض ان انا احسب الناتج النظري بدلاله المعطى اللي هو مديهوني في المساله يا ولاد. فانا علشان اجيب الناتج النظري بعمل علاقه بين الناتج وبين الماده اللي لها معطى.
مين الناتج اللي الكحول الميثيلي اللي هو CH3OH؟ مين المادة اللي لها معطى؟ الهيدروجين. على نعمل طريقة المربعات. يعني ايه طريقة المربعات؟ يعني انا بقول المعادلة بتقول 2 في 2 يعني 2 في 1 في 2 اللي هي 4 جرام من الهيدروجين بتنتج كتلة من الكحول الميثيلي اللي هي برضو بالجرام. لو انا حسبت الكتلة المولية للكحول الميثيلي فوق اهي ب 32 جرام. الكتلة المولية حسبناها ازاي؟ قلنا الكربونة دي ب 12 زائد 3 في 1 زائد 16 زائد 1، أو جمعت الهيدروجين كله 4 في 1 زائد 16 بتاعة الأكسجين زائد 12 ادتني 32 جرام. طب الكتلة المولية للهيدروجين، إشمعنى حسبت هنا الكتلة المولية يا مس للهيدروجين؟ مش هنا إحنا الاتنين الجنبين بالجرامات يا ولاد؟ يبقى أنا لازم أحسب الكتلة المولية للمادة اللي لها معطى والكتلة المولية للناتج. يبقى أنا في مسألة الحساب النسبة المئوية للناتج الفعلي لازم تحسب الكتلة المئوية الكتلة المولية للناتج والكتلة المولية للمادة اللي لها عندك معطى في المسألة. مين المادة اللي لها معطى في المسألة؟ الهيدروجين. قال لي أنا أخدت منه 1.2. مين الناتج؟ قال لي الكحول الميثيلي اللي هو طالب النسبة المئوية ليه. طيب هنعمل إيه؟ قال لي هو مديني الناتج الفعلي اللي هو الناتج اللي ناتج بالفعل من التجربة نتج 6.1 جرام. طيب هو انا لو انا استخدمت ال 1.2 جرام طبعا للحسابات الكيميائيه هينتج كام؟ اللي هينتج س جرام. بعمل المقص واطلع الناتج النظري يطلع 9.6. لاحظ ان لازم الناتج الفعلي يكون اقل من الناتج النظري. عشان كده احنا بنقول النسبه المئويه للناتج الفعلي الصغير على الكبير في 100. مين الصغير؟ اللي هو الناتج الفعلي اللي غالبا بيطلع اقل. مين الكبير؟ الناتج النظري اللي هو غالبا بيطلع اكبر. طبعا اضرب في 100 واجيب النسبه المئويه للناتج الفعلي. طيب احنا هنبتدي بقى نراجع يا اولاد الباب. الباب الثاني مليان افكار ومليان مسائل واحنا عايزين مع بعض كده نتعلم الافكار اللي ممكن تيجي لايه. اول حاجه بيديني بيقول لي الكتله الموليه لمركب. طبعا الاسئله دي من بنك المعرفه يا اولاد. الكتله الموليه لمركب N2O5 مع ال N ب 14 وال O ب 16 عايز يخليني احسب يعني ايه الكتله الموليه. طيب احنا خدنا ان المول هو ايه يا اولاد؟ في بدايه الوحده اتكلمنا عن المول. الفصل الاولاني من الوحده كان بيكلمني عن المول والمعادله الكيميائيه. واتفقنا ان المول هو ايه يا اولاد؟ اللي هو الكتله الذريه ها او الجزيئيه او كتله وحده الصيغه من الماده معبرا عنها بالجرامات. المول هو وحده قياس كميه الماده. وانا قلت لك قبل كده كلمه كميه الماده دي تعني ايه كميه الماده؟ لو انا قلت لك انا عندي علبه مناديل وقلت لك كميه الماده اللي فيها ايه؟ انت هيجي في بالك ان انا ممكن اقصد عدد المناديل اللي فيها. وزميلك ممكن يجي في باله ان انا ممكن اقصد حجم العلبه. واحد تاني يقول لي لا يا مس ده انت تقصدي كتله العلبه. انا هقول لك بقى المول هو كل دول. انا بتكلم عن كميه. يبقى الكميه ممكن تبقى عدد، الكميه ممكن تبقى كتله، الكميه ممكن تبقى حجم. وفعلا المول ليه ثلاث تعريفات مرتبطين بالثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم يا اولاد. المول هو كمية المادة اللي بتحتوي أو كتلة المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات. المول هو كتلة 22.4 من أي غاز في الـ STP. المول هو كتلة الذرة أو كتلة الجزيء أو كتلة وحدة الصيغة من المادة معبراً عنها بالجرامات. طيب وحدة قياس كمية المادة اتفقنا إن هي المول. طيب الكتلة المولية الكتلة المولية ممكن تبقى كتلة مولية جزيئية زي المثال اللي قدامي. يعني إيه كتلة مولية جزيئية؟ في كتلة مولية جزيئية وكتلة مولية ذرية وكتلة مولية صيغية. طيب المركب اللي قدامي مركب تساهمي يبقى الكتلة المولية ليه هتبقى اسمها كتلة مولية جزيئية. طيب لو أنا عندي مركب أيوني قال الكتلة المولية هيبقى اسمها كتلة مولية صيغية. طب لو ذرة كتلة مولية ذرية. إنما ده مركب والمركب يا إما أيوني يا تساهمي. طيب الكتلة المولية الجزيئية للمركب اللي قدامي جبناها إزاي؟
قال لي الN ب14، ضربنا 14 في 2 ب28، والO ب16، يبقى الO ب16 في 5، يبقى الناتج هيبقى 108. الكتلة المولية هي مجموع كتل الذرات يا أولاد، هي مجموع كتل الذرات المكونة لجزيء من المركب أو المكونة لوحدة صيغة من المركب. تمام؟ يبقى احنا عرفنا الكتلة المولية بحسبها ازاي، واللي قدامي دي بصنفها على انها كتلة مولية جزيئية لأن المركب اللي قدامي مركب تساهمي. كتلة مول من الجزيئات مقدرة بالجرامات، هي كتلة مولية جزيئية ولا كتلة مولية ذرية ولا كتلة مولية صيغية؟ رأيكم يا أولاد؟ الكتلة المولية اللي قدامي دي كتلة مول من الجزيئات يبقى هي مقدرة بالجرامات، يبقى هي أنهي واحدة في دول؟ أكيد هتقول لي، أنا سامعاك بتقول لي هي الكتلة المولية الجزيئية. تمام؟ يبقى هي الكتلة المولية الجزيئية. السؤال ده من بنك المعرفة يا أولاد، يعني هي أسئلة بسيطة وإحنا جبناها علشان نقول لك إن أنت ما تخافش من أسئلة بنك المعرفة، خش وتعلم وأعرف وادرس الأسئلة، واللي أنت مش عارفه أنت تبعته في كومنت عندنا وإحنا هنجاوبك بإذن الله على كل حاجة. دي مسألة هنراجع مع بعض طريقة حل المسائل اللي فيها معطى ومجهول، المسائل اللي هي فيها علاقة بين مادتين يا أولاد. النوع ده من المسائل بيتحل إزاي؟ تعال نقرأ المسألة والمس توضح لك أي نوع من المسألة وبيبقى الموضوع بالنسبة لك بإذن الله سهل. بيقول احسب حجم غاز الأكسجين الناتج من تحلل من كلورات البوتاسيوم بالحرارة حسب المعادلة. المعادلة بتقول إيه يا أولاد؟ المعادلة بتقول إن 2 من كلورات البوتاسيوم بتديني 2 كلوريد بوتاسيوم و3 أكسجين. هو هنا طالب إيه؟ يقول لي حجم الأكسجين، ركز معايا كده. أنا هنا إيه اللي موجود في المسألة؟ لو موجود في المسألة مادة واحدة أنا بشتغل بالمثلث. طب هنا في المسألة في إيه؟ قال لي أكسجين، تمام؟ ده إيه الأكسجين؟ وناتج من إيه المادة الثانية اللي بيتكلم عنها؟ قال لي كلورات البوتاسيوم. يبقى انا هعمل علاقه بين مادتين اللي هي كلورات البوتاسيوم دي وبين الاكسجين. هنا طالب حجم مش كده؟ يبقى الجنب ده يبقى لتر. وهنا طالب ايه؟ وهنا مديني معطى بالجرام، يبقى الجنب ده بالجرام كتله. تمام يا اولاد؟ طيب تعالوا نشتغل المساله. المساله طالما فيها مادتين المس قالت لي اشتغل بطريقه المربعات. يعني ايه طريقه المربعات يا مس؟ قال لي بحط مربعين تحت المادة المجهولة ومربعين تحت المادة اللي لها معطى. يبقى دي المادة المجهولة اللي هو طالبها اللي هي فيها اكس لتر دي، ودي المادة اللي لها ايه؟ اللي لها معطى. حط مربعين تحت دي ومربعين تحت دي. طيب نيجي نشوف كده هو بيقول ايه؟ بيقول لي انا هفرغ المسألة اللي هو باللون الجنب ده يا اولاد، ده المسألة. دول المربعين اللي يخصوا المسألة. المسألة هنا بيقول احسب حجم غاز الأكسجين، يبقى تحت غاز الأكسجين قلت له اكس لتر. وخلي اللي فوقها لازم باللتر، عشان تخلي اللي فوقها باللتر. المولات اللي موجودة كل مول عشان يتحول للتر لازم تضربه في 22.4. ليه يا مس؟ قال لأن حجم مول من أي غاز في الاس تي بي ب 22.4 لتر. يبقى أنا لو عايز أحول أي غاز عايز أحوله من مول للترات، من مولات للترات، اضرب عدد مولاته في 22.4 في رقم ثابت. يبقى المول من اي غاز في الظروف القياسيه في الاس تي بي بيشغل حجما قدره 22.4. يبقى الثلاثة مول دول اضربهم 3 في 22.4. طيب وتحتها اكس لتر اللي هو عدد اللترات او حجم الاكسجين اللي هو طالبه. طيب هنا اللي مديك كتلة كلورات البوتاسيوم اللي هي 24.5 جرام. طيب يا أولاد هي كام جرام؟ المول منها ب 112.5، أنا أخدها 2 مول يبقى 2 في 112.5. هعمل المقص علشان أوجد حجم الأكسجين، يبقى حجم الأكسجين هيساوي 3 في 22.4 في 24.5 على 112.5 في 2 هيطلع 1.672 هيطلع 6.72% لتر يا ولادي. يبقى دي المسألة
طالب حجم بدلالة كتلة، حجم غاز بدلالة كتلة. طيب حجم الغاز بدلالة كتلة، أنا خدت إن في حقيقة بتقول إن المول من أي غاز يشغل حجما قدره 22.4 لتر، وفي ضوء المعلومة دي بشتغل المسألة بطريقة المربعات، علاقة بين مادة مجهولة ومادة معلومة. بيقول احسب عدد مولات 12.4 في 10 أس 23 جزيء من الأكسجين. طيب هنا بيكلمنا عن مادة واحدة ولد، وطالب عدد مولاتها. طيب عدد مولاتها بدلالة عدد الجزيئات، أشتغل المثلث اللي بيقول لي عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد أفوجادرو. عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد إيه؟ أفوجادرو. إحنا هنا عايزين عدد المولات، يبقى عدد المولات بيساوي عدد الجزيئات على عدد أفوجادرو. بتشتغل العلاقة اللي هي المثلث ده اللي هو فوق عدد الجزيئات وتحت عدد المولات في عدد أفوجادرو، تشتغله لما يديك إيه؟ لما يديك أو المعطى اللي موجود في المسألة بيتكلمني عن مادة واحدة، ويا إما طالب جزيئات بدلالة مولات أو بدلالة كتلة أو بدلالة حجم غاز، يا إما طالب إيه عدد جزيئات، يا إما يطلب عدد الجزيئات يا إما أو الذرات أو الأيونات، يا إما يطلب عدد المولات قسمناهم على عدد أفوجادرو إداني 2 مول. طيب ممكن المسألة تيجي بشكل تاني يا مس؟ قال لي آه. ممكن المسألة تيجي في صورة جزيئات ويطلب مني عدد الذرات. ممكن المسألة تيجي في صورة جزيئات ويطلب مني عدد الذرات. في الحالة دي أنا أتصرف إزاي؟ قال لي في الحالة دي شايفين المستطيل اللي قدامك ده؟ المستطيل اللي قدامك ده بيحل لك المسألة اللي المس بتقول عليها في خطوة واحدة. إيه بقى المستطيل اللي قدامي ده؟ قال لي المستطيل بيقول لي عدد الذرات في الكتلة المولية فوق وتحت كتلة المادة، عدد أفوجادرو عدد الذرات في الجزيء. يبقى احنا بنقول دلوقتي يا اولاد لو طلب عدد ذرات وهو مديني الماده في صوره جزيئات، الموضوع هيبقى مختلف، مش هحل بالمثلث اللي فوقك دي. امال هتعمل ايه يا مس؟ قال لي هطبق في المستطيل اللي تحت. مساء الخير حبيبي. نعتذر مس حنان. هنكمل كده مع بعض مجموعه من الاسئله اللي تخص مراجعة الباب الأول، زي ما مس حنان قالت إن إحنا عايزين نراجع مع بعض الباب الثاني، الوحدة الثانية عندنا اللي هي الكيمياء الكمية، فهناخدها في صيغة مجموعة من الكويشن الأسئلة مع بعض. لما يجي هنا السؤال ويقول لي المول من أي غاز يشغل حجما، المول من جزيء الأكسجين يحتوي على نقط ذرة أكسجين. طبعا احنا عارفين ان الاكسجين زي ما اتفقنا قبل كده ان هو من عيله اسمها عيله الـ2O2. يعني ايه عيله الـ2؟ يعني جزيء ثنائي الذره. اذا في الحاله ديت نركز او في الحته ديت، لان هو لو قال لي المول من جزيء يحتوي على كام جزيء كنت على طول قلت عدد افوجادرو، اما انا هنا عشان قال لي كام ذره هقول المول جزيء يحتوي على 2 مول ذره. إذن هيحتوي على، تمام جميل، سمع حد كده بيقول لي ضعف عدد أفوجادرو من الذرات. طيب ناخد سؤال كده مع بعض تاني. المول من كلوريد الصوديوم NaCl يحتوي على أيونات الصوديوم. المول من كلوريد الصوديوم NaCl يحتوي على قدين من أيونات الصوديوم؟ انا عشان نفهم الحته ديت، عارفين ان NaCl دي يا استاذ لو هو اتحط عندي في الميه هيتفكك الى ايونات موجبه وايونات سالبه، اما هو في الصوره برضو ماده متاينه عشان مركب ايوني فيحتوي على ايونات موجبه وايونات سالبه. اذا المول من NaCl بداخله مول من Na موجب، يبقى هيحتوي على، تمام، عدد أفوجادرو من الأيونات. أما لو إجالي وقال لي المول من كلوريد صوديوم يحتوي على نقط أيونات، يبقى لو خدنا بالنا كده السؤالين مع بعض، السؤال اللي فوق كان بيحتوي على قدين من أيونات الصوديوم، أما أنا هنا هيبدأ يقول لي يحتوي على أيونات مجمل توتال من الـ Na ومن الـ Cl. تمام، يبقى هيحتوي على ضعف عدد أفوجادرو، لأن أنا عدد المولات
هيساوي عدد الايونات هنا هيساوي عدد المولات في عدد افوكادرو. في جزئيه مهمه جدا جدا وسهله جدا، بس بنلاقي حبايبنا كده بييجوا يقفوا عند الجزئيتين دول كده ويدخلوا في بعض، اللي هم لو اجى سؤال وقال لي عدد مولات الايونات الصوديوم الموجوده في 212 من 1000 مول من كربونات الصوديوم Na2CO3، وقبل ما نجاوب على السؤال هنلاقي تحت كاتب نفس صيغة السؤال، بس هنا أنا كتبت عدد مولات الأيونات، أما هنا كتبت عدد الأيونات. يبقى أنا عندي تاني عدد مولات الأيونات وعندي عدد الإيه؟ الأيونات، ونفس الصياغة. طبعا مولات الأيونات بكل بساطة كده Na2CO3 نمبر اوف مول زي ما ميس حنان قالت لنا، اللي هو قبل المعادله اللي هو وزن المعادله 1، هيدينا هنا كام من الصوديوم؟ 2 ايون صوديوم، يعني الواحد هيدينا 2 مول، يبقى 212 من 1000 مول هيعطينا هنا كام مول من الايونات؟ يبقى على طول هضرب 2 في 212 على 1. تمام، شايف حد من حبايبنا كتب في الاجابات 424، ما ضربناهاش في عدد افوكادرو لان هو طالب عدد المولات. السؤال اللي بعده بقى اللي هو عدد الايونات، هو دي اللي هنضربها في عدد افوكادرو، ال 424 هنضربها في عدد افوكادرو. يبقى نركز قوي في الجزئيه دي، هو طالب مني في المسألة عدد المولات ولا عدد مولات الأيونات؟ تمام؟ يبقى نركز قوي جزئيتين كده مع بعض. هنستعرض مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بيكون فيهم كلمة واحدة بتغير المعنى، زي السؤال ده كده مثلا، عدد ذرات 142 124 جرام من أدخلة الفوسفور وعدد جزيئات 124 جرام من أبخرة الفسفور. طيب أنا دلوقتي لو قلنا عدد الذرات اللي موجودة في 124 جرام، يبقى أنا لازم على طول هتعامل مع مين؟ مع ذرة. الفسفور يا أستاذ البيت بتساوي 31، يبقى لو أنا حبيت أحسب عدد الذرات يبقى أولا تمام لازم أحسب عدد مولات الذرات، هيساوي 124 على 31. تمام، يبقى إذن في الحالة دي هيساوي كام مول؟ 4 مول ذرة. يبقى عدد مولات الذرات هيساوي 4 مول ذرة. هو عايز عدد الذرات اللي احنا خدناها وحافظين القانون، وفي حد من حبايبنا بيقول عايزين نجمع القوانين، هنجمعها دلوقتي مع بعض، هيساوي تمام عدد المولات اللي هو 4 مضروبه في عدد افوكادرو. يبقى اضرب دول في بعض هيساوي 24 و8 من 100 في 10 اس 23 ذره من الفوسفور. طيب عدد الجزيئات، ايه رايكم لو هو كتب عدد الجزيئات 424 جرام من ابخره الفوسفور، وكتب في سؤال ثاني عدد جزيئات 124 جرام، بس بدل ما يقول ابخره الفوسفور قال لي من الفوسفور الصلب. تمام، يبقى انا عندي هنا اركز قوي ان الفوسفور بي، الفوسفور بي 4، امتى بي وامتى بي 4؟ خدناها في أول حصة في عدد المولات، إن البي في الحالة الصلبة، أما البي 4 في الحالة البخارية. يبقى أنا عندي عدد الجزيئات في الحالة الصلبة هيساوي عندي على طول هو نفس عدد الذرات لأن هي بواحد. أما عدد جزيئات 124 جرام من أبخرة الفوسفور دول في الحقيقة هيساوي كام مول؟ 1 مول فقط اللي هو 6 و2 من 100.
ليه؟ علشان بي 4 وكتله البي 4 124، هنا عدد المولات نمبر اوف مول اتفقنا اللي بيتكتب هنا. تمام؟ طيب بالنسبه لحبايبنا اللي بيقولوا لنا كده عايزين نجمع القوانين مع بعض اللي اخذناها، لو قلت لك بكل بساطه كده عايز تجمع القوانين كلها اتفقنا حصه ماضيه ان انا بحط القوانين كلها هنا في مستطيل واحد واقول عدد المولات معايا كده واكتب معايا هيساوي تمام كتله الماده على الكتله الموليه، يبقى هنا عدد المولات هيساوي كتله الماده على الكتله الايه الموليه، او لو احنا بنشتغل بذرات او جزيئات على طول كده هيساوي عدد الجزيئات او عدد الذرات على عدد افوجادرو اللي هو 6.2 من 100، تمام، في 10^3. طبعا احنا ممكن نشيل عدد الجزيئات ونحط عدد الذرات حسب اللي احنا هنشتغل عليها، نحط مكانها عدد الايونات، قلنا او يساوي لو احنا بنشتغل بغازات في الاس تي بي زي ما اخدنا هنقول ان هو هيساوي حجم الغاز على 22.4 من 10. يبقى انا عندي كده القانون الاساسي اللي بنحل بيه الجزئيه الاولانيه كلها ان عدد المولات يساوي كتله الماده على الكتله الموليه، او عدد الجزيئات على عدد افوكادرو، او حجم الغاز على 22.4 من 10. طيب في ايه قوانين تاني؟ اخذنا النسبه المئويه، لما نحسب اي حاجه للنسبه المئويه لازم نكون عارفين على طول ان كلمه نسبه مئويه، قلت عندي عايزين نشوف نسبه الغياب، هقول الغايبين 5 يا مستر، طب والفصل كله كام؟ هتقول لي الحاضرين 25، لا انا عايز الفصل كله بالغايبين 30، يبقى هتقول 5 على 30، يعني معنى ذلك ان النسبه المئويه هي بتساوي الجزء في 100. يبقى انا هنا لما نحسبها، طيب نترجمها بقى بالكيمياء بتاعتنا مش الغياب، امال هنترجمها ازاي؟ لما اقول النسبه المئويه لعنصر في مركب، النسبة المئوية لعنصر في مركب مثلا عنصر زي عنصر الكبريت في مركب H2SO4، تمام، هتقول لي الكتلة المولية للعنصر اللي هي 32 على الكتلة المولية للمركب، هنحسبها 2 زائد 32 يبقى 34 زائد 4 في 16 ب 64، يبقى مجموع حمض الكبريتيك 98، يبقى هتقول 32 على 98 تمام مضروبه في 100، يبقى انا هنا جبت مين يا استاذ؟ جبنا هنا النسبه المئويه للكبريت. طيب ومس حنان النهارده ادتنا النسبه المئويه للناتج الفعلي، النسبه المئويه للناتج الايه؟ الفعلي. طيب نشوف كده نمط من انماط المسائل مع بعض. يقول لي عدد جزيئات الاكسجين اللازمه لتكوين 72 جرام من بخار الماء عند التفاعل مع وفره من الاكسجين. زي ما اتفقنا حبايبي ان في مجموعه من المعادلات لازم ان احنا نبدا نشوفها كده مع بعض، نحفظها كويس. ما ينفعش ان هو يديها لي في المساله زي دي. جزيئات الاكسجين تروح كاتب O2 للتفاعل لتكوين 72 من بخار الماء مع التفاعل مع وفره من الهيدروجين، يبقى تقول له زائد H2 تمام هيدينا H2O. هنوزن المعادله هنا 2 وهنا 2، كده انا وصلنا لوزن المعادله. ارجع بقى نقول مع بعض، يعطي معطى ويطلب مطلوب، نصنع علاقة بين المعطى والمطلوب، عدد جزيئات الأكسجين
اللازمة لتكوين 72، يبقى هنشتغل على الاثنين دول فقط لا غير، O2 و2H2O. هنا عدد جزيئات. طيب والناحية التانية كتلة، زي ما قلنا كل اتنين فوق بعض شبه بعض، هشتغل بعدد جزيئات. هنا 1 مول في عدد افوجادرو، يبقى 6.2 من 100 في 10^23 هيدينا الكتلة المولية بتاعت H2O. ال H بواحد في 2 زائد 16 18 مضروبة في دي. نركز قوي ان الاتنين مش مضروبة في ال H بس، عشان ساعات كتيرة بشوف حبايبي كده يستعجل الكتلة المولية هنا او كتلة المادة هنا 20، اقول له لا ده هنا 1 في 2 ب 2 زائد 16 يبقى 18 مضروبة في 2 يبقى 36 جرام، ودي هنا جزيء. طيب هو مديني هنا في المسألة كام؟ 72. يبقى التوتال عندي طرفين فوقين، هضرب 72 في عدد افوجادرو على 36 هنلاقيه بيساوي على طول ضعف عدد افوجادرو من الجزيئات، 12 و4 من 100 في 10^23. في التفاعل التالي، عدد ايونات الصوديوم الناتجة عن تفاعل 23 جرام من الصوديوم، يبقى انا هنا عايز اعمل علاقة ما بين، عايز عدد الايونات هنا من تفاعل 23 جرام من هنا، يبقى انا نفس الحكاية المسألة اللي فاتت بنتدرب ازاي نعمل العلاقات، هحدد المعطى والمطلوب. المعطى اللي هو الصوديوم، المطلوب ايونات الصوديوم. هنا في التفاعل عدد ايونات الصوديوم، يبقى نقول عدد ايونات الناتجة من تفاعل 23 جرام من الصوديوم، يبقى على طول الناحية الثانية تفاعل كتلة. هنا 2 في 23 ب 46. هنروح الناحية الثانية، هنا 2 بس هنا ايونات ولا مولات؟ ايونات. تمام حبايبي بقى وشاطرين جدا جدا، قالوا 2 في عدد افوجادرو. اما لو كان قال لي عدد المولات فقط هقول 2. بعيد وبركز في النقطة دي علشان بنقف فيها كتير. طيب تفاعل 23 جرام يبقى هيدينا ايه؟ طبعا هيدينا عدد افوجادرو، لما نضرب 2 في 23 على 46 طبعا هيساوي عدد افوجادرو. يبقى كده احنا بنستعرض مع بعض بعض انماط المسائل المهمه جدا اللي احنا بنشتغل بيها. طيب مساله زي ماده محدده للتفاعل نراجعها مع بعض سريعا. احنا قلنا لما يجي لي مساله ويطلب فيها ماده محدده، قلت بسرعه اقسم الصفحه نصين وقول في النص الاولاني في التفاعل، اذا التفاعل 46 جرام اكتب كده 46 جرام من الصوديوم، وهنا معايا كام؟ 18 جرام من الميه. اول خطوه تحسب عدد المولات، هيساوي كتله الماده على الكتله الموليه، يبقى انا معايا من الصوديوم 2 مول، دول اللي داخلين معايا كوزن حقيقي. طيب اخد بقى من المعادله 2N، ونشتغل بقى هنا في حاجه، انا هشتغل على الماده بتاعت 2NA which، ولا هنشتغل على H2، ولا هشتغل على الاثنين؟ اي حاجه من اللي انا قلتهم هتبقى صح، بس نسهل على نفسنا نختار حاجه سهله ونشتغل عليها H2. اما لو طبقت على اي واحده من الثلاثه الناتج هيطلع صح 100%. يبقى نقول هنا 2 مول على طول هيتفاعلوا هنا يدينا 1. اما لو دخل معايا هنا في المساله 2 مول، تمام سامع حد كده هيقول لي المولات الناتجه من الهيدروجين الناتج هيساوي، تمام 1 مول. لو انا تفاعلت بكام؟ ب 46 جرام. طيب لما اجي بقى الناحيه الثانيه عدد المولات هيساوي،
18 على 18 هيساوي 1 مول. يبقى إذن في الحالة ديت هنعمل علاقة ما بين الـ 2 H2O و الـ H2. الاتنين مول هيعطينا 1. طب الواحد اللي معايا في المسألة هيعطي كام؟ على طول هنقول حبايبي إن الـ H2 الناتج هيساوي تمام نص، 1 في 1 على 2 نص مول. إذن مين المادة اللي أعطت عندي ناتج أقل؟ يعني تعريف المادة المحددة هي المادة التي عند تفاعلها مع أحد المتفاعلات تعطي العدد الأقل. إذن هنختار على طول بدون تفكير الـ H2O. وبكده حبايبي نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من البث المباشر. كان معكم فريق العمل مستر مين عطية ومس حنان السايس.